اطلب هنا. أيها المنصور، لسنا بحاجة إلى مزيد من الحرس. دعينا نرى يا أمه، لقد أعجبتني هيئته. تعال أنت. أفترض. دعني أرى وجهك. نلجأ إلى المسجد. اللهم فرج لي كربي وفك لي أسري يا أرحم الراحمين. أنتما مماليك؟ من سيدكما؟ إنهم كثر يا سيدي. ومن فعل بكما هذا؟ ياسر، أحضر لهما الطعام وساعدهما. أمر مولاي. أين الأمير علاء الدين؟ وماذا تريد منه؟ أنا رسول السلطان إليه. اللهم اجعله خيرا، تفضل إنه في الداخل. مولاي، رسالة من السلطان أيوب. منك اللطف يا الله. Thank you.
أنتما فأل خير علي، استعدا لمرافقتي إلى القصر. هيا تفضلا معي. اعتني بهما. اتبعني. هذه غرفتكما. من منكما بيبرس؟ أنا هو يا سيدي. لقد أشعنا بين الخدم أن الأمير كان مسافرا في مهمة من السلطان، إلا أنه كان مسجونا في نفس المسجد الذي التقيتما فيه على الحقيقة. ولأن الأمير قد تفاءل بك، لقد قرر اصطحابك معه في جميع رحلاته وأسفاره القادمة. فإن أردتما السؤال عن شيء فتعالا إلي. أنا ياسر. من الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر والشام إلى الأمير الصالح إسماعيل نائبه على دمشق. لقد تأخرت دمشق في دفع ما يترتب عليها من نصيب سنوي للخزينة، كما أنك لا ترسل شيئاً عن دمشق إلى سلطانك وسيدك، وكأن دمشق مملكتك الخاصة. فإن كنت تنوي التمرد فننصحك بالعدول كي لا نضطر لمهاجمتك وأذيتك. هل سمعت جيداً يا إسماعيل؟ لقد أمر السلطان أن تكتب الرسالة إليك دون تحية أو سلام لشدة غضبه. لست أدري ما أقول يا فخر الدين. السلطان يسيء الظن بي ويتهمني بالعصيان دون سبب أو دليل أو حتى قرينة، ومن يستطيع رد كلام السلطان؟ إن السلطان يعلم أن شوكتك قد قويت وأنك تنوي إعلان نفسك ملكا مستقلا على دمشق، ولكن اسمع نصيحتي يا إسماعيل وأعرض عن هذا وأثبت للسلطان ولاءك. فكر في الرد الذي ستكتبه للسلطان واستدعني حينما تنتهي. أما الآن نستأذنك أيها الأمير. من ينقل أخباري إلى مصر. أريده غدا في هذا القصر أمامي. لقد استحكم الخلاف بين حكام الشام وسلطانهم الصالح أيوب أيها الأمير. لعل الأوان قد آن لتدخلنا إذن. لا 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 أبدا، إذا تدخلنا الآن بدأ أننا نستجدي المكاسب منهم استجداءً.
وإذا؟ سيأتي يوم قريب جدا جدا يطلب فيه أحد أطراف النزاع التحالف معنا، وعندها سنفاوض من مكان القوة. هل من أوامر جديدة من السلطان يا فخر الدين؟ بل التحية والسلام أيها الأمير، وهدية وتحذير. تحذير؟ خير إن شاء الله. نبدأ بالتحذير إذن. إن السلطان يلمح من الصالح إسماعيل صاحب دمشق رغبة في العصيان والانشقاق. أيعقل أن يكون إسماعيل أحمق إلى هذا الحد؟ إنه الطمع أيها الأمير، لقد رأى أنه يسيطر على دمشق ومحيطها وعلى معظم الشام، فظن أنه يستطيع أن يسمي نفسه ملكا مستقلا عليه. يرغب السلطان في تحذيرك منه ومن التحالف معه، فهو ولا شك سيعرض عليك التحالف، وإن قبلت فذلك سيكون حمقا كما أسميته يا علاء الدين. بالتأكيد، ولكنني أؤكد لك أيها الأمير فخر الدين أن إسماعيل لن ينال أي موافقة مني. إذن عليك أن تحصن نفسك ومدينتك، فهو لا شك سيقاتلك إن عارضته. لا تخشى شيئا يا فخر الدين، وطمئن السلطان. إن شاء الله. مولاي فخر الدين، هات ما عندك. كل ما أمرت به قد نفذ يا مولاي. كنت أعرف أنك لن تخيب أملي. كيف رأيت إسماعيل؟ لا أعتقد أننا أخطأنا فيما حسبنا. لقد بدا الاستغراب بل وشيء من الخوف على إسماعيل حين قرأت عليه الرسالة. وهل تظنه يفعلها بعد التحذير؟ لن أستطيع الجزم بأي من الاحتمالين. وماذا عن البندقداري؟ كالعادة مجارياً لكل ما قلته له. على أي حال لا أظنه ينخرط في الحلف مع إسماعيل. إن كنت أقلق من أحد أمرائي في الشام فهو علاء الدين، إنه طائش ويمكن أن يخطأ أخطأ جساما. ولكن يا مولاي، أعتقد أن أمرك باعتقاله في مسجد القلعة في حماة كان كافيا ليراجع النظر في نفسه. أرجو أن يكون قد اتعظ. لا تقلق من البندقداري، كل ما يمكن أن يسبب له الطيش هو النساء، أما الإمارة والحكم فلا أظنه يطمع بهما. وما سجنته في المسجد في سابق الأيام إلا لمسألة صغيرة تتعلق بالنساء يا مولاي. Thank you.
لابد أنكم لاحظتم أنني أعنى بتجهيز الجيش أكثر من أي وقت مضى، وأريد أن يبقى هذا الأمر سراً بيننا. لقد شغل الأمر بالي كثيراً يا مولاي، والحق أني أتساءل كل يوم، أهي أوامر السلطان أم المسألة عكس ذلك؟ هي عكس ذلك، لعلها نية الانفصال عن السلطان. ما بكم؟ أتستهولون الأمر إلى هذا الحد؟ أعذرني إذ أتجرأ على قول ذلك يا سيدي، ولكن قوتك لا تكفي لمواجهة السلطان وجيشه. أعلم ذلك، سأحاول أن أتجنب القتال مع أيوب. أخشى يا مولاي أن لا نجد المفر من الحرب مع السلطان إن كانت تلك هي النية. لا يا مولاي، هذا الكلام ليس صحيحا. لو أنك أخذت الدولة من جدك صلاح الدين مباشرة لكان حال الدولة اليوم أفضل مما كانت في أيامه، ولكنك توليت على بلاد منقسمة يتهددها الخراب من كل جانب. أليس التجرؤ على العصيان دليلاً على ضعف السلطان؟ ها هو الصالح إسماعيل سيرى نفسه ملكاً مستقلاً على دمشق وما حولها، إني أرى ذلك قريباً. إن إسماعيل لم يختبرك بعد، لك جيش تهتز له الأرض شرقاً وغرباً. إنما هو الصلف والغرور الذي يدفعه لارتكاب مثل هذا الفعل الأحمق، وليس ضعفك يا حبيبي. ماذا أفعل يا شجر الدر؟ ماذا أفعل؟ أخوض حرباً ضد أحد ولاتي؟ افعل كل ما تستطيع للحفاظ على ملكك، لقد نلت الملك بقوة يمينك لا بالتزلف أو الوراثة، أما هذا الأحمق فأنت من صنعه. انتظره حتى يبدأ بخبائه ولا تكن المبادر لئلا يلومك العامة. تطمئنين قلبي وروحي دائما يا شجر الدر. وأي معنى للزوجة إن لم تفعل ذلك يا أيوب؟ يجب ألا تظهر هذا القلق لغيري أيها السلطان، فضعف اللحظة مؤذن إن هو ظهر لعين خبيثة. تعال تعال يا أيوب، تعال ونل قسطا من الراحة. أحمل لك رسالة من الصالح إسماعيل، وهو يقرئك السلام والتحيات. هات ما عندك. إن مولاي الصالح إسماعيل ينوي الانفصال عن السلطان وإعلان نفسه ملكا مستقلا على دمشق وما حولها. وما الذي يطلبه مني؟ يطلب منك أن تحذو حذوه وأن تعينه، فهو يتوقع من السلطان رداً لا قبل له به وحده. أو يريدني أن أنتقل من الحكم تحت لواء الصالح أيوب إلى الحكم تحت لوائه؟ بل يريد أن تعلن نفسك ملكاً منفصلاً على حماة وما حولها، وأن تقوم بين دولتكما المقبلتين بإذن الله علاقات تعاون مستمرة. إنني بحاجة للمشاورات وتقريب الأمر، فاترك لي وقتاً كي أقوم بما علي القيام به. أنقل لك أيضاً رغبة الملك في أن يجتمع معك بقصره حتى تكون هناك مناقشة الأمور أوضح وأكثر تفصيلاً. سأرى ما يكون من أمر. أمضي أنت في الصباح وسأرسل له ردي. بإذن الله، بعد قليل ستصل قافلة محملة بالهدايا، يرجو الملك أن تنال إعجابك.
وما أخبار صديقنا إسماعيل؟ هذا يعتمد عليكم أيها الأمير. ولما لم يأتي بنفسه إذا كان يريد مناقشة الموضوع شخصيا؟ لأن ذلك سيثير شبهات كثيرة أيها الأمير، ومولاي مقدم على أمر جليل الأهمية وشديد الحساسية وبحاجة إلى الكتمان. إذن سأرسل إليه أحد البارونات الثقات ليحادثه بالأمر، وسيحمل هذا البارون جميع توجيهاتي. أما أن أذهب أنا إليه بنفسي هذا أمر يصعب علي. سأبلغه بذلك أيها الأمير. إذا اتفقنا. اتفقنا. هذا ما عرضه علينا الصالح إسماعيل، فما ترون؟ إنها مسألة تستحق التفكير يا مولاي، فحكم مستقل كهذا سيوفر الكثير من المال الذي سيذهب مكوسا للسلطان عن تجارة المدينة وزراعتها وغيرها. ولكن يا مولاي، لن يسكت السلطان عن فعل كهذا أبدا، وهذا ما لا قبل لنا بمواجهته حتى لو تحالفنا مع إسماعيل. لابد أن يكون الصالح إسماعيل قد جهز نفسه لذلك، أليس كذلك يا مولاي؟ سيفعل بالتأكيد، ليس إسماعيل بالغبي أو الأحمق، لابد أنه سيجد حلفاء آخرين. إلا أنني أتساءل، إلى من سيتوجه؟ إلى بقية الأمراء في حمص وحلب وربما في الجزيرة، هذا ما يقوله العقل والتفكير السليم. أخشى أن ذلك لن يكفي أيضا، فولاء معظم جندها أولئك الأمراء للسلطان، فالجند من مماليكه، ولعله قد أرسلهم خصيصا حتى يضمن الولاء بين صفوف الجيوش خشية فكرة كهذه. هذا صحيح أيضا. لقد فكر إسماعيل في كل هذا ولا شك. وماذا إن لم يكن قد فكر جيدا؟ ماذا لو كانت الفكرة مجرد خاطر متهور لرجل أعماه الطمع؟ لا أدري، لا أدري. أحد البارونات، ما يستهين بي هذا الفرنجي إلى هذا الحد ليرسل لي أحد باروناته وأنا الملك؟ هذا ما قاله يا مولاي، وهو إن شئت رأي محق، فنحن الذين نريده ونطلب لقاءه لا هو. اصمت! ومتى سيرسل لي هذا البارون؟ لم يحدد وقتا يا مولاي، ولكنه قال إن انتظارك لن يطول، فهو بحاجة لأن يجتمع بالبارونات ويستشير ملوكه في بلاد الفرنجة. كل هذا من أجل حلف؟ الأمر لا يستحق كل هذه المداولات والمشاورات، الأمر واضح جدا، الحلف في مصلحتنا ومصلحته. لم يقل إلا ما نقلت إليك يا مولاي. لا بأس، لا بأس، صرف. منذ أيام سمعت ما قاله رسول الصالح إسماعيل للأمير علاء الدين، وطلب منه أن ينفصل عن حكم السلطان ويغدو ملكا مستقلا. وهل بت تفهم في كل هذه المسائل يا بيبرس؟ إلى حد ما، ولكن ما أعرفه هو أن الأمير علاء الدين يحكم حماة باسم الصالح أيوب، وأن الصالح يحكم مصر والشام باسم أمير المؤمنين. صحيح. إذن فأمير المؤمنين عين الصالح أيوب، والصالح أيوب عين أميرنا علاء الدين. وهذا ما يفترض أن يكون.
إذن في حال بدأ صراع السلطان وأميرنا أو أي أمير آخر، فإن أمير المؤمنين هو رأس السلطة الأكبر، سيقف في صف من عين وأيد، ألا وهو الصالح أيوب. ما الذي تريد قوله يا بيبرس؟ إن تحالف مولانا علاء الدين مع الصالح إسماعيل ليس في مصلحة المدينة، لأنها ستكون منبوذة من رحمة الخليفة، لا سيما إن مني هذا التحالف بالهزيمة. يجب أن ينتبه الأمير علاء الدين كي لا يسقط ضحية هذه المؤامرة. بيبرس هو من قال لك كل هذا؟ أجل يا سيدي، بيبرس. سأرسلك إلى السلطان لتنقل له كل ما جرى منا ومن إسماعيل، بهذا نكسب ود السلطان وود الخليفة. إدموند، لا تتنازل قيد أنملة كما قلت لك، وتذكر أنهم يحتاجوننا أكثر مما نحتاجهم. لا تخشى يا سيدي، لن أتنازل. لا تنسى أن تتخفى عند وصولك إلى أبواب دمشق، فذلك أدعى لسلامتك. بيبرس، ما الأمر؟ أريد أن أذهب معك إلى القاهرة. وماذا تريد أن تفعل في القاهرة؟ سمعت عنها الكثير وأود أن أراها عن كثب. ما رأيك لو تستأذن لي الأمير علاء الدين كي تصحبني معك؟ هذا طلب صعب بعض الشيء، فالرسل لا يرافقهم أحد، ثم إن الأمير علاء الدين قد طلب إليك أن تبقى بصحبته. لا تحزن، سأجد اليوم الذي أستطيع فيه أخذك إلى القاهرة. رقية، ماذا تفعلين عند النافذة؟ يبدو أنني أفسدتك بالدلال، تقفين عند النوافذ ولم تتممي عملك. العفو يا سيدتي. البارون إدموند أيها الملك، مبعوث الأمير تيوبل إليكم. حللت أهلاً ووطئت سهلاً أيها البارون. الأمير تيوبل رجل يحب حل الأمور سريعاً، لذا أرجو أن نتحدث في الأمر مباشرة.
وأنا أفضل ذلك. أظن أنكم تعلمون ما أنا مقدم عليه. ليس بوضوح؟ أنا مزمع على أن أعلن نفسي ملكا على دمشق والانفصال عن حكم السلطان أيوب في القاهرة. والحق أنني أخشى ردة فعله العنيفة، فالسلطان في الحالة هذا لن يتوانى عن إرسال جيشه لقتالي. وتنتظر منا المساندة على ما أرى؟ تفضل أيها البارون. السلام على مولاي السلطان. ما شأن البندقداري هذه المرة؟ أرجو ألا يكون طيشا جديدا. على العكس يا مولاي، إنما أرسلني لأبلغك أمرا خطيرا. أمرا خطيرا؟ هات ما عندك. قد جرى ما حذرتم منه يا مولاي. لقد أرسل الصالح إسماعيل يطلب من الأمير علاء الدين أن يحالفه ضدكم. هكذا إذن؟ وقد ارتأى الأمير علاء الدين إخباركم، كما يطلب من السلطان أن يشركه فيما يراه ملائما. اذهب أنت الآن وانتظر إلى أن يخبرك فخر الدين بما عليكم فعله. إسماعيل لا يملك القدرة على مواجهتي. ما يبعث على القلق أيها السلطان هو أنه يدرك ذلك، وهذا يعني أنه يتخذ تدابير في هذا الشأن. إلى من سيلجأ في هذه الحالة؟ ما دام قد لجأ إلى البندقداري فسيلجأ إلى بقية أمرائك في الشام، لكنني أظنهم لن يوافقوا. ولماذا لا يوافقون؟ لقد ضعفنا يا فخر الدين، ضعفنا والدولة تتمزق. ما هذا الكلام يا مولاي؟ لا تزال الدولة بألف خير. لا يزعجنك صبي تافه مغرور. صبي؟ صبي يا فخر الدين؟ لقد تجاوز 45 ولا بد أنه قادر على حكم المدينة. ليكن، معركة واحدة ستكون كافية لرده على أعقابه، بعدها تسجنه وتؤدبه. حين أحظى به سأقتله، سأقتله. أتعتقد أنه سيلجأ إلى الفرنجة؟ لا أستطيع الجزم بذلك يا مولاي. أعرف أنك لم تنل ما يكفيك من الراحة يا ياسر، ولكن ليس لدينا وقت مضيق. مرني أطع يا مولاي. لم أرى من هو خير منك للمهمة التي كلفنا بها السلطان. اذهب إلى دمشق، وجد طريقة تعرف بها أخبارا عن تحركات إسماعيل. خذ هذين، قد تحتاج أن ترشو أحدهم. آمل أن أكون عند حسن ظنك يا مولاي. في حفظ الله. داود. بدا عليه واضحا بأنه تردد في أن يرفض، لكنه رفض في نهاية الأمر. ألا يكفينا وجود الفرنج إلى جانبنا يا مولاي؟ الفرنج أقوياء نعم، لكنهم ليسوا مخلصين دوما. اكتب للناصر داود
أنني ربما أقوم بزيارته قريبا. يا مولاي، هل لي أن عماد؟ نفذ ما أمرتك به دون أسئلة، ولا تنسى أن توصي داود بأن يكتم أمر هذه الزيارة. لا تبدو بخير أيها الأمير. إني غاضب يا إيدموند، غاضب. لا أغضب الرب أميرنا، ما الأمر؟ لقد أرسلت إلى ملوكنا في أوروبا أطلب مساعدة عسكرية فرفضوا، عدا لويس التاسع ملك فرنسا. ألا يبدو ذلك لك غريبا؟ كل الغرابة. هناك أمور تدور في أروقة ملوك أوروبا لا أستطيع أن أفهمها. تصور، الشرق حلمنا جميعا ويعود إلينا على طبق من ذهب ونحن نبعده. فما الحل إذن؟ ليس أمامنا إلا انتظار ما سيؤول إليه أمر الصراع بين دمشق والقاهرة. وإلى ذلك الوقت ألا يجب أن نجهز الجند والسلاح في الحامية؟ بلى، ولكني أخشى ما أخشاه، أن لا نستطيع فعل شيء بقوة الحامية فقط. معك حق، ومن ينسى تلك الهزيمة؟ أين كنت أيها السلطان؟ لقد أقلقتني عليك. شجرة الدر. ليس من عادة السلطان أن يخفي عني أمرا، قل وروح عن نفسك. أشعر أنني على وشك الاختناق يا شجرة الدر. ويلي، لم أرك متعبا هكذا من قبل. ما خشيت منه قد وقع، لقد تحالف الشيطان إسماعيل مع الفرنج علي. أي سلطان أنا؟ أي سلطان أنا؟ لا تقل ذلك أيها السلطان، أنت أعظم سلطان في عيون الناس وأعظم رجل في عيني، فلا تقل ذلك مرة أخرى. عندما أرى حال الدولة الآن أبصر مبلغ ما ارتكبته من أخطاء وما أنا مضطر لارتكابه فيما بعد. ما هذا الكلام يا أيوب؟ إنه الحكم، وقد فعلت ما فعلت لتحفظ ملكك، فلا تحمل نفسك هذا الألم. شجرة الدر، ألا ترين ما وصلنا إليه من الانقسام؟ أتسمين هذا حفظاً للملك بالله عليك؟ هدئ من روعك أيها السلطان، سآمر لك بشراب يبعث فيك النعاس كي تنام قليلاً. كم أنا متعب، كم أنا متعب. لا عليك يا حبيبي، لا عليك. جليلة، حضري شرابا للسلطان يهدئه. وأنت هيا أسرعي. مريني يا مولاتي. إن حال السلطان تقلقني أيها الأمير، ولم أستطع أن أفهم منه كل شيء، فاشرح لي ما يحدث. مولاتي. لا تخف، إن السلطان لا يخفي عني أمرا، ثم إنه لن يعلم بشيء عن هذه الجلسة. أتشك بي يا فخر الدين؟ معاذ الله يا مولاتي، لكن تشق علي مخالفة السلطان. لست تخالفه، إن السلطان لا يخفي عني أمرا كما قلت لك، ولكنه كان متعبا ولم أشأ أن أجهده فيتعب أكثر. قل ولا تخشى شيئا. لقد تحالف الصالح إسماعيل مع الفرنجة، وقد نما إلى علمي وعلم السلطان أن الفرنجة يجهزون حاميتهم لحربنا، ولعل الناصر داوود سيشترك معهم في
في العصيان أيضا. أجل، هذا أعرفه، ولكن هل تعتقد أن السلطان يخشاهم أم أن هناك سببا آخر لحزنه؟ لابد أن تتسرب الخشية إلى قلب السلطان، لكنني أعتقد أن هناك شيئا ما يهمه، وهو الفرقة في الأمة، وهذه تجعله يشعر دائما بأنه ضعيف وغير قادر على حكم الأمة بالشكل الصحيح.